مثلا النائب علي الدقباسي راح اعتقد في زياره الى النائب احمد الفضل، ووسائل التواصل وغيرك يعني قامت عليه في شكل هجومي. تعتقد الدقباسي اخطا في هذه الزياره ام ان هذه الزياره تاتي في اطار التنسيق مثلا وكانت مستحبه اذا فيكم في تنسيق، يعني احسن ما تكون في قطيعه؟ علي الدقباسي كنائب غير علي الدقباسي كمرشح، اليوم الحياه النيابيه ستجمعهم بخصومهم السياسيين، فانا اتفهمها كسياسي. لا تتفهمها كسياسي؟ اتفهمها كسياسي. انه يروح يزور احمد الفضل؟ مو بس يزور، في قاعه عبد الله السالم سيجتمع الكل. ما هو القضيه طرح مو قادر. ذاك اليوم كان في تصوير مثلا في وسائل التواصل ناب محمد المطير، سعدون حماد، صالح عاشور، في متناقضات كانت قاعده في سياسيا انا اتكلم، لكن الان عبد الله الرومي نازل ضد مرزوق الغانم كلهم عند سعدون حماد. هذا السؤال، هل تعتقد ان العمل السياسي والاختلاف في القضايا الرئيسيه الجوهريه كسحب جناسي وغيره يحتم ان لازم تكون هناك قطيعه؟ هل هذا التواصل يفسر نفاق سياسي ام خلينا نقول ضروره ديمقراطيه؟ هو جزء من الواقع السياسي، احنا لازم نكون واقعيين حقيقه. غدا سيجتمعون في البرلمان، صحيح، كلهم بلا استثناء، المستجوب والمستجوب ايضا سيجتمعون في البرلمان، من يطرح الثقه ومن تطرح فيه الثقه سيجتمعون في البرلمان. اذا قضيه العمل السياسي البرلماني انا اعتقد ان التوقيت لم يخدم علي الدقباسي، لكن كزياره ممكن أن تكون في قاعة عبد الله السالم أشد من الزيارة. شهدنا مصافحات وضحكات متبادلة بين وزراء مستجوبين ومستجوبيهم، فالعمل السياسي أنا تفهم بهذا الشكل، لكن ما أعلم دوافع الأخ علي الدقباسي، ربما عنده ترشيح لمنصب معين داخل البرلمان يسعى إلى حشد الأصوات. يسأل علي الدقباسي، علي الدقباسي يتوقع كان رئيس البرلمان العربي ويمكن يبي بطريقة ما يعود مرة أخرى، يعني قد يكون هذا وقد يكون غيره، لكن لو كنت مكانه لن أفعل.